هلا والله يا حلوين بمعارك اسطوريه رح تصير بلعبه غضب الشجعان. ليش هيدي اللعبه بالذات اصدقائي؟ لانه هيدي اللعبه الاولى والوحيده يلي هي لعبه ار بي جي بتنزل عربيه بالشرق الاوسط عندنا، وبما انها اللعبه العربيه الاولى فاكيد انا اول من حينزل هيدي اللعبه. ليش؟ لانه تواصلت مع الشركه واعطوني ايرلي اكسس الي والمتابعين تبعي. لماذا؟ لحتى نكون مبلشين قبل العالم يا شباب. اللعبة بتنزل ب 25 شهر ابريل الحالي، ونحن عنا فرصة انه نبلش اللعبة اليوم يا شباب. كل حدا بده يبلش اللعبة في يقدم طلب مسبق مثل ما انا عملت، تحت رح احط لكم رابط بالوصف، بتقدم الطلب، بتحط ايميلك، ببعثوا لك اللعبة وبتبلش فيها من اليوم. ليش بدك تبلش من اليوم؟ رح اعطيكم يعني سببين كتير مهمين. اولا هو انك تبلش اللعبة قبل العالم كلها وتقوي شخصيتك، حتى بس يبلشوا العالم بلش فيهم سالخ شمال يمين ايز. والسبب الثاني اللي هو السبب الاهم، انه اللي بيلعب الايرلي اكسس يلي هي هلا مبلشه رح يعطوه شحن بقيمه $100 تشتري فيها البدك يا داخل اللعبه من سكنات، اسلحه، البدك يا تقوي طاقتك. فلهيك لماذا لا نبدا اللعبه من البدايه قبل العالم كلها؟ لانشاء الشخصيه يا شباب. يا سلام، تقدر تظبط وتعدل على شخصيتك مثل ما انت بدك. يوه الشباب، الحلو باللعبة انه بتدعم الهواتف الذكية الجديدة والقديمة. الجديدة فيك تفتح عليها 90 فريم بشكل عادي جدا يعني. فلح نقي شخصيتنا شوي تكون شبهنا، ما في لون شعر مثل شعري يا اخي، تصفيفة الشعر. لندخل بسم الله. مرحبا بك في غضب الشجعان، هذه مدينة النجوم، الحصن الاخير للكون. نحن بحاجة اليك لحماية وطننا. يا السلام يا القصة، القصة بالعربي شباب وبيحكوا عربي. على شريط المهام الموجود على اليسار. لك بأمرك انت بس. كيف عدت وحدك؟ أيوة. أين ليون ملك النجوم؟ ليون وقع بالجورة. للأستوكب الأثيري هو موطننا. شباب القصة إذا بدك تعد تستمتع فيها الأصوات بالعربي يا إلهي. جيدة. طيب عطينا مكافأة من البداية، كافوا عليك. عطتني السيف كأنه؟ عطتني السيف. أوه. هذا السلاح القوي الآن. تكرم عينك، هات السلاح لنشوف. يوه. اوه فيك تكبس كبسة واحدة شباب، هو بيروح لحاله على المهمة اللي بعدها، وأنت إذا بدك بتروح بتكزر مثل ما بدك، فأنا رح أرجع أكبسها يروح لحاله على المهمة. روح يا معلم. وي صوتها آلي. أنا العضو الوحيد؟ ماشي بأمرك أنا. طيب يلا تعالي. رح نفتح طريق الإمدادات. أوه شباب. اللعبة الأصوات العربية فيها رهيبة. ليش يا شباب المطورين ما حكيتونا نحن نعمل صوت لنا بالعربي فيها؟ مدبلج. أوكي. شكلهم فتحوا لنا بوابة لعالم الوحوش. نعم، شكلنا فتنا على عالم الوحوش يا شباب. يا سلام. هذا السلاح. عدة أشياء لا أدري. أوكي المهمة الأولى. تمام تمام. أول وحش تحدي يا شباب. بسم الله. أكيد لازم تعلي ليفلة الطاقة تبعك كرمال تستمتع. أوكي اسحب لتحرك شخصيتك. ماشي. تمام. أوه ليك المحلي شباب في فويس. يعني أكيد لازم تقدر تقاتل أنت والشباب اللي معك. طيب أنا كيف بقاتل؟ يا معلم أكبس هنا. أوكي. العب العب. لحد هلا ماشي الحال شباب، سلخناهم. بسم الله. الى الثانية، هاي الوحوش بسيطة. عم بيقولوا لي شو فضيت. اشحن هاي. اوكي اشحن هاي. العب يا الهاجمة، خليني مركز هني شو عم بخبرونا يا شباب حتى نتعلم منهم. يلا اقفز لتا. ايوه مشروم. اوكي بننطر المشروم الثانية. ايوه بعد وحده شباب. طيب هذا البوس، زلطوا وحده للبوس. حلو طارت نص دمه. ايوه 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 ايوه، خلينا نهرب منه. العب. هذا بيولع المنطقه. لحظه لازم يكون في نطه شباب، خلينا نصفط وحده ثانيه. اوه نسلخ اول بوس. اعطينا الاموال ولا انا بدي لمهم ولا بيتلموا لحالهم؟ بيتلموا لحالهم. اوكي حلو يا شباب، مستوى الحالي مستوى واحد، بعبدنا معركة تانية بنكون تأهلنا للمستوى التاني. كفو يا الأسطورة، والله منيح اللي نقينا إنه فارس. صراحة ما بعرف بقية المقاتلين كيف بتقاتل، بس خلص الفارس عجبني.
هذا هو بيدربنا. هس حاليا عم بلعب فولترون. شباب اللي حضر فولترون على سبيستون اكيد رح يفهم الاصوات. انا معلم صارم. انت معلم صارم وانا تلميذ النجيب. يلا تعال. اولا عليك ان تشعر بالقوة داخل جسدك. اوكي هس العب. اوكي وين بدك تاخذنا هلا؟ ايوه تمت الطرق يا شباب. فتحوا لي المهارات. كفو. والان اضغط على ترقية لتعزيز مهاراتك. من رق السيف. اوكي تمت الترقية يا شباب، زادت قوتنا. اوه عرفت اي نوع من الالعاب بدك تصير تقوي شخصيتك. بكرة يا شباب ضربتين بنصير نقتل اقوى بوس. بس مثل ما ملاحظين انا هون بالسيرفر كلمة اسمي فوقي، فحتنشوف بعدين كل الشباب اللي حتدخل. حاليا ما في غيري فادخلوا لحتى نصلي يا شباب. يعني حطينا المرحلة الأحدث لحتى نلاقي عتاد شباب، بس بعتقد أعطاني عتاد هو، أنا ما أخدته لأنه كبسته بسرعة. فهلا بس نرجع على المنيو ونشوف شو الوضع. يا سلام. طيب هاو الشباب ما حنروح عليهم الطاقة، فرجيني لشوف. إيزي إيزي. يو في كومبوز أسطوريين، خلينا نشوف هاي. هيدي. روحناها على الفاضي شباب، نزلتهم وحدة تانية من هاي. العب بعد في واحد إيش؟ تم السلخ. ايوه العب. قصت الارضيه فينا يا عين يا عين. طيب هاو بنضربهم وحده هيك. في وحده جديده. طيب يلا. لا يا اخي كبيتها كبيتها بمكان تاني بس مشكله. يلا اسلخهم. اسلخ وحده تانيه للبوس. كافو بعد شوي، بعد نقطه وحده بدمه. العب. يوه يا الكومبو شباب، كومبو رهيبه. هات الصندوق، صندوق بنفسجي يعني بيكون بقلبه اشياء اغلى من العادي. لك عاش. الله زاد 14. حلو. يا سلام، قلت لكم يا شباب اعطونا شيء قبل ما ندخل. ممتاز شكرا لك، اعطونا طوق جديد. شكرا شكرا. طيب المهمة الجديدة الميرا حارسة النجوم. شايفين الشباب بالماب كل واحد بيعلمك على شيء. اعطتني قطعة. العب يا القوة. خلينا نستعملها للقطعة. حلو يا شباب الانيميشن كيف بيلبس الاغراض، مش انه بس هيك خلص تكبس عليها بصير لبسها، اصلا هو 3D يعني. حلو. هلا كرمال نفتح الدرع، درع الصدر. لازم نحل مهمة تانية عند سيدة الغموض فانيسا. خلينا نشوف كيف صارت الشخصية تبعنا. العب يا هم لالي. بلش الشخصية تبعنا يصير شكلها اسطوري. حلو بعد في الحذاء وشوية قلادات وكذا. طيب شباب انا حاليا رح خلص المهمات الفقرة الخامسة الجزء الاول، فانتم بس نزلوا اللعبة رح تنزلوا معي بنفس السيرفر بنفس هذه المنطقة وبنتلاقى هون وبنحاول نتساعد. اكيد فيها مناطق لازم نقاتل وحوش مع بعض، فانتم قووا حالكم قد ما فيكم لحتى نقدر نتناوش ضد الوحوش مع بعض. اوكي بلكي بالمستقبل اذا فينا نعمل جيلد نكون كلنا مجموعة واحدة، لانه فيها بي في بي فاكيد فينا نلعب نحن ضد ناس. فان شاء الله تكون عجبتكم اللعبة اصدقائي، ما تنسوا لايك كومنت جميل وما تنسوا تنزلوا اللعبة، وبشوفكم بألعاب جديدة والسلام.